اليوم حيكون لنا وقفة بصباحنا لليوم مع المتنبئ الجوي حسان الجردي اللي تعودنا كل نهار سبت يكون معنا ضمن اتصال هاتفي. اليوم درجات الحرارة عم مرتفعة كتير يا هايدي، ومثل ما سمعنا أنه اليوم وبكرة حتنزل، ولكن نحن على موعد مع صيف ما شاء الله. تمام. أستاذ حسان صباح الخير. صباح الخيرات، يسعد صباحك يا هلا. يسعد صباحك. يسعد صباحك أستاذ حسان. يعني مثل ما ذكرت رشا، نحن يمكن اشتقنا لحتى نسمع انه في منخفض جوي من حضرتك. أيوة تماما، ولكن اليوم يمكن عم نلاحظ انه في ارتفاع كثير كبير بدرجات الحراره. خبرنا اكثر، كيف عم تكون درجات الحراره بمحافظاتنا السوريه؟ احوال الطقس، ممكن نشهد بالايام القادمه اي منخفض جوي ام لا؟ نحن دائما بارتفاع متزايد. خبرنا اكثر تفاصيل عن الموضوع. شكرا لك. بدايه صباح الخير المسجد لك لبنيتك الاخباريه السوريه بشكل عام. يعني الموجه الحاره اللي اثرت على المنطقه خلال الفتره الماضيه، يعني في وسط المطارح ذروتها كانت ال 84 الماضيين، ارتفعت الحرارات بشكل كبير في اغلب المناطق. اجواء كانت الى شديده الحراره بمختلف المناطق على امتداد الجغرافيا السوريه. هذا الاسبوع، بدايه الاسبوع هذا اليوم راح تبلش الموجه الانحسار بشكل تدريجي عن اجزاء البلاد، بدايه من المناطق الغربيه والساحل. اليوم الحرارات بتزيد الانخفاض بشكل طفيف، بس بتضل اعلى من المعدل باغلب المناطق بنحو 4 ل 7 درجات مئويه، والجو بشكل عام عم يكون صحو وحارا في اغلب المناطق مع ظهور بعض الغيوم فوق مرتفعات الكلمون. رح نتاثر بحاله عدم استقرار ضعيفه الى متوسطه الشده، بتؤدي الى زخات محليه عشوائيه بالحدوث خاصة بمرتفعات القلمون. اللي حتكون الفرصة نهار الأحد والاثنين تمتد إلى أجزاء من المنطقة الوسطى والجزيرة والمنطقة الغربية، ورح يكون الانخفاض بدرجات الحرارة بشكل تدريجي ومستمر خلال اليومين القادمين، بس بده يكون الانخفاض بالمناطق الغربية نهار بكرة أكثر من باقي المناطق. هلا بشكل عام مثل ما ذكرت، فرصة الهطول اليوم فوق مرتفعات القلمون على شكل زخات خفيفة محلية عشوائية الحدوث من المطر. تبقى الاجواء سديميه شديده الحراره بالمناطق الشرقيه والجزيره والباديه السوريه، والرياح غربيه الى جنوبيه غربيه بين الخفيفه والمعتدله، والبحر خفيف ارتفاع الموج نهار بكره. في انخفاض ثاني على درجات الحراره، بس المناطق الغربيه والساحليه رح يكون الانخفاض فيها اكثر من باقي المناطق، ورح تكون الحرارات او معدلاتها بالمناطق الغربيه بينما تكون اعلى من معدلاتها بنحو 3 الى 5 درجات مئويه في باقي المناطق. والجو بشكل عام بين الصحو والغائم نسبيا، معتدلا على المناطق الغربيه، حارا نسبيا في باقي المناطق، مع استمرار فرصه الهطل على شكل زخات عشوائيه خفيفه محليه الحدوث بمرتفعات القلمون واجزاء من المنطقه الوسطى. هلا نهار الاثنين استمرار بدرجات الحراره متوسط الاسبوع هو رح يكون ذروه الانخفاض، رح تكون الحراره حول معدلاتها بمعظم المناطق، اجواء بيئيه معتدله. خلينا الوسطاء اجواء معتدله بين الصخر والغائمه جزئيا. فرصه الهطول المطري رح تكون مثل ما ذكرت بالمناطق الغربيه بالجزيره بمرتفعات القلمون. هلا اعتبارا من منتصف الاسبوع من الثلاثاء حتى نهايه الاسبوع رح ترجع الحرارات ترتفع من جديد، ولكن مو بالارتفاع اللي لاحظناه الفتره الماضيه. رح تكون الاجواء اجواء حاره نسبيا الى حاره نهايه الاسبوع هيدا. الحرارات رح تكون اعلى من معدلها نهايه الاسبوع من 3 الى 5 درجات مئويه تحديدا نهار الخميس والجمعه القادم. درجات الحراره المتوقعه بدءا من العاصمه دمشق لليوم 40 21، القنيطره 32 20، القلمون المرتفعات الجبليه 30 19، درعا 38 20، السويداء 34 20، المنطقه الوسطى حمص وحماء 40 22، الحسكه منطقه الجزيره 48 28، بالساحل اللاذقيه طرطوس 32 24، بالشمال حلب 40 23، ادلب 37 20، دير زور رق البوكمال المنطقة الشرقية 43 28، بالبادية مدينة تدمر 41 26. أجواء راح تكون معتدلة بداية الأسبوع تتحول إلى أجواء حارة نسبيا نهاية الأسبوع بمختلف المناطق. وبشكل عام دائما نحن بفصل الصيف، ونحن فصل الصيف يعني تحديدا هو 20 هيدا الشهر بيكون اليوم الأول من فصل الصيف، بنوجه حزمة من التحذيرات: عدم التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر خلال ساعات الذروة، عدم اشعال الحرائق للناس اللي بدها تروح على الغابات وخاصه بالمناطق الحراجيه الزراعيه الغابات، وعند حدوث الحرائق ابلاغ الجهات المختصه بذلك، وشرب كميات كافيه من المياه لتعويض النقص بالمياه نتيجه ارتفاع درجات الحراره. ايضا من الاجواء السديميه المغبره بالمناطق الشرقيه والباديه والجزيره اللي بتاثر سلبا الناس اللي عندهم حساسيه
ضد الغبرة، وناس في عندهم مشاكل بالجهاز التنفسي، وأيضا بتأثر على مستوى الرؤية الأفقية. ونتمنى الأمان والسلامة للجميع، وهيدا الأسبوع رح يكون مختلف تماما عن الأسبوع الماضي، ورح تمرق هيدا الصيفية مثل ما مرقت الصيفيات الثانية بإذن الله تعالى. تمام، شكرا كثير لك استاذ حسان الجردي، كنت معنا عبر اتصال هاتفي. شكرا لكل المعلومات اللي قدمت لنا اياها.